أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في جولتنا المعتادة عبر الصحف، نقدمها لكم من قناتكم شوف تيفي. نستهل جولتنا من يومة أخبار اليوم والتي عنونت في الصفحة الأولى: الملك ولالة سلمى يستقبلان ميشيل أوباما اليوم. وفي التفاصيل: يحل الملك محمد السادس غدا الاثنين رفقة عقيلته الأميرة لالة سلمى لاستقبال السيدة الأمريكية الأولى ابتداء من بعد غد الثلاثاء، حيث ستكون مصحوبة بابنتها ساشا وماريا، وستقوم خلال اليوم نفسه بترأس لقاء بمراكش مع فتيات وناشطات نسائيات حول التحديات التي تحول دون إتمام الفتيات لتعليمهن. وهو اللقاء الذي سيشارك فيه إلى جانب ميشيل أوباما كل من الممثلة الأمريكية ميريل ستريب والممثلة الهندية وعارضة الأزياء فريدا بينتو. باقي التفاصيل تقرؤونها بيومة أخبار اليوم. وننتقل إلى يومة الصباح والتي عنونت: عصابة تسطو على فيلا وزير أول. وفي التفاصيل: أحالت الضابطة القضائية للدرك الملكي بسالة على الوكيل العام للملكي لدى محكمة الاستئناف بالرباط أول أمس السبت عصابة تتكون من 4 أفراد استطاع زعيمها اجتياز أسوار ضيعة فلاحية في ملكية كريم العمراني الوزير الأول السابق. باقي التفاصيل تقرؤونها بيومة الصباح. حذف التربية الإسلامية يفجر غضبا عارما في وجه بالمختار، عنوان اخترناه لكم من يومة المساء. وفي التفاصيل: فجر حذف اسم التربية الإسلامية وتعويضها بالتربية الدينية في وثيقة رسمية موزعة على لجنة التأليف المدرسي استياء عارما دفع فعالية تعليمية إلى مراسلة رشيد بالمختار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني لمطالبته بتقديم توضيحات. باقي التفاصيل تقرؤونها بيومة المساء. ونختم من يوم اللحظات المغربية والتي عنونت: صعقة كهربائية من عمود إنارة تقتل شابا. وفي تفاصيل: لقي شاب في مقتبل العمر مصرعه ليلة الجمعة الماضي إثر تعرضه لصعقة كهربائية بعدما لمس عمودا كهربائيا وسط حديقة عمومية بشارع الجيش الملكي بمدينة سيدي بنور. باقي التفاصيل تقرؤونها بيوم اللحظات المغربية. بهذا نصل مشاهدينا نهاية جولتنا عبر الصحف، إلى اللقاء.